العزير بس قبان الدير جاي يشتغل حاليا وقبان العزير مال المحافظات كلها ما جاي يشتغل بس قبان الدير لازمت حكومه شيوخ عشائر المفروض المال من 20,000 خاوه بدون قبان تجي السياره توقف تطلع 20,000 وتحرك كل شيء ماكو لا غرمات لا اشقد شاي لا وين لا دمرت العراق لا باوع للشارع لا عن حموله تطلع 20,000 وتطلع خاوه خاوه على السواق لا حول ولا قوه الا بالله. والله احنا صارنا اليوم تقريبا اليوم خامس او سادس لنا محتصبين على مو شغله القبار يعني الوحيد البصره والعماره بها قبار شيل البصره والعماره شيلي من قيط يعني مو محسوبه على العراق تسعيره 20,000 لا يقبلني ولا شيء هذا وصل قبان عندي انا غير اليوم اطب على قبان ادوزن غير توزن حمول تشقد اطبق على الشارع عبر رايح منا انا جاي من العماره ورايح يطبقني على صفحه طين 20,000 هذا وصل وراح الله وياك اطبق سيارتي اهل المعمل ورق اطبق سيارتي المعمل ورق